ايوه بس عايزة أسأل المركز أو يعني مركز الفتوى العالمي للأزهر، هذا هو المركز اللي احنا بنكلمه كلنا إذا أردنا أي فتوى، هل هذا مظبوط شيخ سلام؟ هو الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنشأه فضيلة الإمام الأكبر في 2016. المركز فيه المركز دعم ديني ودعم اجتماعي ودعم نفسي ودعم تربوي. الرقم 19 يعني مش بس فتوى، إن أنا عايز أخد فتوى دينية، لا 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 إطلاقا. المركز أنشأ فضيلة الإمام لضبط الفتاوى أو ضبط انتشار الفتاوى أو غير المتخصصين في الفتاوى بيتحدثون في الفتاوى، فكان إنشاء مركز الأزهر عن الفتاوى الإلكترونية. تطور الساحة وتطور الأحداث على الساحة، كان في دور يقوم به مركز الأزهر عن الفتاوى الإلكترونية. هذكر حضرتك دور من الأدوار، دور مثلا في 2018 إنشاء وحدة لم الشمل لمعالجة ظاهرة انتشار الطلاق. الوحدة من أول إنشائها في 16/4/2018 لحد 2022 تدخلت في 88 ألف نزاع أسري، تم حل 78 ألف نزاع أسري. حلتوا 78 ألف نزاع أسري؟ مش أي حل نزاع، لا هو صالحتوا الناس يعني على بعض؟ مش أي ناس، ده في درجات تقاضي في المحكمة. يعني القضية مين بيروح لك؟ مين بيروح لكم؟ لا هو طريقة التواصل بيكون على عندنا في أبليكيشن في موقع على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل القضايا، أو عن طريق الهاتف 19906 بسعر الديال العادية. الفكرة الجديدة بقى أن احنا مش بنتكلم مع الناس يعني ده طلاق وقع أو مش وقع، لا احنا بنقول سبب الطلاق إيه. هو طلق زوجته مثلا وساب أولاده ومصرفش عليهم، احنا بنقول للزوجة تحب حضرتك تيجي ولا احنا نجيلك؟ ياه احنا حضرتك ننزل لحد البيت نفسه. احنا نزلنا من اول اسكندريه لحد اسوان لحد العريش، كل مكان في مصر نزلناه. الوحده ليها 27 فرع على مستوى الجمهوريه. كم واحد بيشتغل معاكم؟ احنا مركز الفتوى عدد اعضائه 150 عضو، لكن اضيف ليهم من مجمع البحوث الاسلاميه ومن قطاع المعاهد الأزهرية ومن جامعة الأزهر الشريف. أصبح عندنا في كل محافظة في فريق عمل، فريق العمل ده في جزء نفسي، جزء اجتماعي، جزء تربوي، جزء ديني شرعي. طب أي حد عنده مشكلة بيتواصل معانا بيتم الحل مباشرة. ده جزئية. الجزئية الثانية في 2021 بالتحديد في سبتمبر، في 18 سبتمبر، حادثة برج القاهرة. الشاب اللي ألقى بنفسه مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية أصدر بيان بخصوص هذا الأمر، وكان الصادرة أو الواجهة بتاعة البيان طلب الراحة في الانتحار ليس هو الحل. مش اكتفينا بالبيان، لا في حملات نزلت من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أو بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أو بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا الشأن.